So it's half times 13 times 12 times sine 120. And I close the bracket, it will give us 67.54. وانا هعمل راوند 1 ديسيمال بليس هتبقى 67.5 بس سنتيمتر سكوير. Okay, this is the answer. I have here is a triangle. This is 5 and this is 8 and this is an angle. And I want to get the area. I use same rule. هقول the area equal half times the two sides around the angle. This is 5. This is 8. Then I multiplied by the sine 41. Okay. So half multiply 5, multiply 8, multiply sine 41 will give us 13.12. Okay. تمام ولا في مشكلة؟ Okay, فهمنا how we can get the area of triangle if it's normal triangle, مش right angle triangle. We use this rule. Half AB sin C, لازم يبقى عندنا two side و angle between them, وبنحط كل الكلام ده على الكالكوليتر and we get the answer. I want you to try one. في حد عنده أي سؤال قبل ما أشيل البورد؟ أو حد عايز ياخد فوتو؟ There is any question here? I have a question, miss. Yes, تفضل. Miss, I will write on the board. No, miss. But I will write an angle on the board. I have a question about. Okay, تفضل. So, missing question one. There are two sides around the angle. How about if we have only one side, like this angle, miss? اه اكيد لو اداني سايد واحد ومش مديني سايد تاني هيبقى مديني فور اكزامبل هنشوف اسئله كده ده السؤال اللي هو الاندايركت ممكن يبقى مثلا مديني الانجل دي والسايد ده اوكي ومديني مثلا الانجل دي اوكي ومش مدي السايد ده فانا عندي انجل وانجل فهستخدم الساين رول الاول اجيب بيها السايد ده وانا عندي السايد ده واستخدم الانجل دي فممكن تجي لنا كده بس هيبقى مديني داتا تانية اعرف اشتغل من خلالها Miss, I اوكي cannot hear you. ماشي leave and rejoin انا كتبت لك leave and rejoin انت عندك ممكن يبقى في محتاجة تعملي ريستارت بس اوكي فرح I send you والله على الواتساب اعمل ايه طيب انت مش انت بتبعتي على الواتساب بعت لك على الواتساب ليف يا حبيبتي ليف and join again هتلاقيه اشتغل معاكي يا حبيبتي طيب انت سامعني ولا المشكلة خاصة بفرح ولا كلكم مش سامعني؟ يعني you can hear me well ولا الصوت مش واضح؟
وكان اوكي هيري والبس. ثانك يو. انا بقول ممكن تحتاج تعمل ريستارت، بس لو حد حصل عنده المشكله دي يا جماعه، لو لقى ان هو مش بيسمع او البورد مش باين عنده وهي مشكله فرديه، بيخرج ويدخل تاني، بيعمل ريستارت يعني، بيدخل تاني، بيعمل اكزيت ليف يعني ويدخل تاني، هيشتغل معاه ان شاء الله. اوكي اه انت بتقول فهمتني قصدي ايه هنا؟ يعني انا تعالى نشوف زي اللي انت بتقول عليه، انا مش لازم يبقى السؤال دايركت، احنا بنحل الاسئله الدايركت وبعد كده هو بيبدا بقى الاسئله نحطها بتتدرج للصعوبه. يعني هو مثلا قدام شويه هنلاقيها، لو انا بدياك تو سايد والانجل مش بينهم، لا مش هينفع استعملهم. انا الشرط بتاعي عشان استخدم الساين رول عشان اقدر اجيب الاريا، ان انا لازم يبقى عندي تو سايد وانجل بتوين ذم، غير كده ما اقدرش استخدم الرول. اوكي نعمل question 3. I want someone to solve it on the board. The first one. ملك ملك or تسنيم. May you solve it on the board? You can use the marker. ملك انت مش سامعاني برضه؟ اوكي طب تشينج ذا كولر، انت بتكتبي بلون رقيق زيك واحنا مش هنشوفه، اليالو ده فاتح قوي، اكتبي اي غامق، احمر ازرق اسود كده يعني. تمام half times 15 times 16 sine 100. بليز اللي حلها يبعت لي الانسر هنا في الشات، نعملها على الكالكوليتر and send me the answer on the chat. يلا بليز. Yes, thank you. Yes, thank you, Jenna. Thank you, Anas. Thank you, Hamad. No more, thank you. It's correct. Jenna and Anas. Did you got the answer? Yeah, Noor. Yes, I'm sending it. Okay, Habibti, thank you. What is the answer, Tasneem? Yes, thank you. It will be, did you got the answer? 118.17. Yes, thank you. It will be 118.17. سنتيمتر سكوير because it's area. اوكي فرح شايفة ولا لسه مش سامعانا؟ فرح فرح you can hear me. Yes. Okay, I said if I want to get area of any triangle يا فرح just I have to check if I have two side and angle between them. If I have two side and angle between them I use this rule. Half AB half AB sine C. So half A ب 15 B ب 16 sine L100 and I got the answer. It will be 118.17. Okay, got it? Or you have any question? مثلا لما يكون في two sides و angle وانا I'm trying to find out a ال area Yes, I want to get the area. فأعمل half and then AB and then a times the sides. No, times sine the angle, times sine the angle, okay? Okay. Okay, check your answer, it's 118. Check if you multiply them, it will give you 118.
Okay, let's do another one. Okay, طلعت معاك كده يا فرح، انا مستنيك تقولي okay او لا. Oh, sorry. أيوة جه معايا كده. Okay, طيب let's do the second one, number four. I want all of you to solve it and send it to me. It's very easy. Just substitute in the rule and get the answer and tell me what will be the answer. بمس الرول أعمل half and then AB and then sin times the sides وبعدين هي الساين بحطها في الاخر، we call it sign not sin. sin the angle sin 30، هنعمل half times 10 times 9 times sin 30، تمام، times time 30. اوكي، ودي طلع معاكي الانسر ايه؟ like this يا فرح. I will write it on the board. half times a times b times sin 30 and that's it. It will be 22.5. Anyone get different answer? All of you get same answer. Thank you, Lamar. Thank you, Jannah. Thank you, Anas, Ahmed, and Hamad. Okay, Tasneem, did you got it? Tasneem, Noor, and Yes, I sent Farah. it. Okay, you sent it here or WhatsApp? On WhatsApp. Okay, thank you. Oh, yes, حبيبتي. Excellent, thank you. طيب, let's go to another question. بقى ايه ساعات بقى ايه يعمل ال inverse. هنا بقى is given يا جماعة. هنا is given the sides and ask to give the angle, the inverse. Is given a this and that and ask you to get the angle. Okay, so the area will be half AB sine C. اتصرف ازاي بقى يا جماعه؟ هو مدينا الاريا ب 70، يبقى اكتب 70 is equal half times ال A ب 11 will be ب 16 sine X. ما انا مش عندي الانجل، هودي كل ده ال other side ازاي؟ بال divide، مش هي multiply او دي بال divide. يبقى 70 over half times 11 times 16. Okay. So 70 divided by half times 11 times 16 and I close the bracket. It will give us 0.79. Then I will make a اللي هيطلع لي ده 0.79 اللي طلع ده، أو اللي هو طلع أسفة as a fraction 35 over 44 لما عملت divide. ده sin x يا جماعة. فاكرين الحصة اللي فاتت واللي قبلها قلنا لو احنا عايزين نجيب الانجل بعمل ايه؟ فاكرة يا فرح؟ قولي لي كده ايه اللي بيشيل الساين اللي انت بعتها لي في الهوم ورك؟ قلت لك لا، ده احنا لما بنعمل كده لما عايزين نجيب الانجل، لو عايز اجيب الانجل واشيل الساين يا فرح بعمل ايه؟ ايه اللي بيشيل الساين؟ ساين ماينس 1، رايت؟ ايوه انا لو عايز اجيب لازم اعمل سايد من غير ماينس 1 وانجل ماينس 1 ساين ماينس 1 35 اوفر 44. يبقى انا هعمل شيفت ساين الانسر ده، شيفت ساين الانسر هيطلع معايا الانجل 52.7 1 ديسيمال بليس 52.7. اوكي يا شباب، اوكي يا احمد، اوكي يا حمد،
اوكي يا جنة، لمار، اوكي بس نيكول، تسنيم، في حد عنده اي مشكلة؟ نجرب نحل واحدة. تمام يا فرح. اوكي يا نور. نجرب تمام. نعمل واحدة فيها ميسنج انجل. هنا هو عايز يجيب الانجل، هنعمل ايه؟ ودي الاريا نفس السؤال اللي احنا قلناه اللي فوق، بس نمبرز مختلفة. هو ده كده يعتبر اندايركت يا حمد برضه، لان هو مدينا بالعكس. اوكي ثانك يو لامار، برافو، احسن يا لامار، برافو، مبسوطه منك. حد بعت لي الانسر على الواتساب؟ انا بس مش answer like a question. استنى بعت في الشات. ايوه يا فرح، الرول كده بس ينفع اكتب ساين هوا ولا ساين الانجل؟ ساين الانجل يبقى هاف اي بي ساين سي. تمام، ساين سي، بس اللي ناقصاكي انك تحطي جوه ساين الانجل. ساين تمام، سي ايه؟ ساين سي ده ساين براكت يعني؟ يا حبيبتي هو ينفع اكتب ساين بس؟ هي ساين دي ليها في حاجه اسمها ساين لوحدها، ولا لازم احط جوه الساين قيمه الانجل؟ يعني انا بكتب هاف اي بي ساين الانجل، الانجل هو مسميها سي في الرول. يعني لو الانجل ب 30 هكتب ساين 30، لو الانجل ب 50 هكتب ساين 50، لكن لو الانجل مش موجوده ينفع اكتب ساين بس كده؟ هي الساين دي اساسا ريشيو ريليتد للانجلز، صح؟ يبقى انا ما صح. ينفعش اكتب ساين بس، حتى عشان لما تيجي تجيب الانجل، امال انت ليه بتعملي ساين ماينس 1 عشان تخلي السي لوحدها؟ ماشي، اوكي، فاعمل ايه في ده يعني؟ اعمل مش فاهمة. اعمل ايه في ده؟ مش هتحطي الجيفن وتعملي وتحلي الايكويجن زي اللي فاتت؟ وما انا كنت بسأل ليه مش فاهمين عشان اعيدها يا حبيبتي، عشان دي حلوه لوحده. هتعملي ايه؟ هو مدي تو سايد، انت قولي لي هتعملي ايه؟ انت لو حبيتي تحليها تحليها ازاي؟ هو مدي الاريا ب 100 يا فرح، ومدي السايد ده ب 14 والسايد ده ب 20، وعايز الانجل، يبقى هتشتغلي عشان تجيبي الانجل. هتحطي في الرول الاريا ايكوال هاف اي بي ساين سي. ايه اللي مش عندك هنا؟ ايه اللي مجهول هنا مش موجود؟ ايه الانون اللي هنا؟ الاريا عندي والاي عندي والبي عندي، الانجل هي اللي مش موجوده. هنحل ايكويجن لما يبقى عندك 3 حاجات موجودين وحاجه انون، هنودي كل الكلام ده بالديفايد الاذر سايد زي السؤال اللي حليته فوق. بزعل منك لما احس انك مش مركزه معايا، ما انا حل زيها دلوقتي حالا حبيبتي. يبقى 100 ايكوال هاف اي ب 14 و20 وبي ب 20 ساين الانجل اكس. عايز اجيب ساين اكس، كل الحاجات دي مالتبلاي لساين اكس يا فرح. يبقى هعمل هاف مالتبلاي 14 ب 7، 7 مالتبلاي ب 20 ب 140، يعني كل ده كده ب 140. هودي الاذر سايد بالديفايد،
ماشي، يبقى 100 over 140 equal sin x. تعرفي بقى تحلها لي، بقت اصبحت زي التريجنومتري العاديه، sin x equal حاجه، تعرفي تجيبي الانجل، هعمل sin minus 1 الفراكشن اللي انا كاتباه، اعملي وقولي طلع كام. كلنا طلعناه. تسنيم انتي بعتي الـ answer is correct، وهنا في ناس بعتت الـ answer لمار وجنة وأنس ونور. yes it's correct. تمام. لا نور you didn't send it here. في حد بعتي على الواتساب؟ أنا لسه بعملها عشان اوكي أنا متلخبطة شوية في حكاية الـ inverse. بس طيب، دايما لما بيبقى عندي الـ angle missing بنعمل shift عشان نشيل الـ A الـ sign. ايه فكرة الشيف، ايه فكرة ان انا اعمل شيفت ساين؟ هو عشان اخلي اكس لوحدها، ايه اللي بيشيل الساين؟ الساين ماينس 1، يبقى هعمل هنا ساين ماينس 1 100 اوفر 140 وطلع الاجابة and that's it. وانا اقدر اعمل ساين ماينس 1 بعدين ادوس الانسر بوتن هتطلع لي بالظبط. نفس الحاجة. ايوه بالظبط، الانسر اللي انت مطلعاه تمام من الكالكوليشن قبل كده صح؟ احنا عاملين قبل كده 100 اوفر هاف مالتبلاي 14 مالتبلاي 20. هي فرح ودي طلع معاكي ايه؟ هتطلع 45.9 45.6. الانسر هيطلع 45.6. اوكي 3 significant figure. ماشي هعمل تشيك بقى، في حد بعت لي تاني؟ مفيش حد بعت لي على الواتساب غير تسنيم وفرح، كانت بتسأل فين الباقي يا جماعة؟ بس ما بعتتش 6 ايه، مش فاهمة يا أحمد بتسأل على ايه. 6 اللي هو ايه؟ أنا الانسر كتبت 45 بوينت ولا غلط، ما حطيتش 6 it's 45.6. yes حاضر يا حمد حاضر. احنا دلوقتي عندنا equation يا جماعة، احنا دلوقتي عندنا السؤال inverse، بالعكس بدل ما يطلب اجيب الاريا هو مديني الاريا، بيقول لي الاريا ب 100، فهكتب الاريا 100 equal half times a ب 14 times b ب 20 times sine الانجل اللي هي x. تمام يا حمد، انا دلوقتي عايز اجيب sine x يا فرح، يبقى كل ده هوديه الاذر سايد. طب لما اعمل على الكالكليتر half الكلام ده كله على الكالكليتر فعليا هيطلع 140، فيبقى 100 equal 140 multiply sine x. جبت منين الرقم ده؟ ما عملت ده multiply. طب انا عايز اجيب ساين اكس، يبقى انا هودي الاذر سايد ايه؟ 100 اخليها ديفايدد 140. طب ايه اللي بيشيل لي الساين؟ الساين ماينس 1، يبقى انا هعمل ساين ماينس 1 هنا 100 اوفر 140 واعمل هنا ساين ماينس 1 بهدف انها تشيل لي الساين بس. اوكي تمام. بس so we write sine minus 1 100 over 140 equals to what؟ equal لا ساين ماينس 1 اهي، هتكتب ساين ماينس 1 100 اوفر 140 مفيش ايكوال، اسف ساين ماينس 1 ساين ماينس 1 100 اوفر 140 ايكوال اكس، اللي هيطلع ده هو الاكس، هتطلع 45.6. اعملها على الكالكوليتر كده يا حمد وقولي لي يا فرح طلعت معاك. Okay. It gave me 45.584. تمام فرح did you got the answer؟ فرح معانا اتلخبطتي في حاجة ولا معاكي كام؟ طلعت صح؟ please answer me يعني يا فرح. يعني ما هو مسك I'm still a bit confused، يعني ازاي اعمل divide وازاي اجيب back، انا مش فاهمة the whole concept غير اللي هو AB and then half كده and then sign and then ال angle وبس that's all I understand. لا طب انا اسالك، انا دلوقتي لما يبقى عندي equation كده قولي لي انت تحليها ازاي من وجهة نظرك؟ هو مدينا الاريا ب 105، ده question تاني 105، الرول بتقول half a b sin c صح؟ a b c
اعملي سبستيتيوشن كده وقولي لي كل حاجة بإيه، وحطي السؤال ده على البورد يلا. Okay. لا هي هي رول على بعضها، هي رول على بعضها يا حبيبتي، half a b sin c، فلو حاجة مش عندك بتعمليها، بتكتبي multiply sin c لكن ما بلغيهاش، فاهماني؟ يعني هكتب half a b sin c، ماشي يا حبيبتي، multiply sin c، يبقى لا ما قلتلكيش امسحي اللي انت عاملاه، half times 15 times 16 times sin c تمام equal ال 105. دلوقتي دي equation، ايه اللي انت مش عارفاه فيها؟ عارفه ازاي بتحلي اي equation؟ لو انا عندي هنا اكس مكان الساين اكس سي دي، لو انا عندي كل دول multiply، قولي لي كده بالباك جراوند ماث بتاعك في الالجبرا، ان انا لو عندي equation شكلها كده number هنا مثلا 10 equal number مثلا هنا 2 multiply x، وانت عايز تحلي ال equation دي، ال 2 بتتخلصي منها ازاي؟ تشيلي ال 2 دي ازاي؟ تروح ال other side ازاي؟ أنا مش عارفة، لكن عارفة الإجابة إن 2 times 6، أنا مش 6 عارفة يعني X اللي أنتي كاتباها فوق هنا it's a 6 فعلا because 2 لا مش 6 لا wait 5 طب انا مش عايزاكي تعمليها منتلي، انا عايزاكي تحليها كانك بتحلي ايكويشن الجبرا في يير 11. ازاي احل بصراحة ايكويشن؟ I don't know عشان أنا أصلا في lower set، لكن أنا بعمل ده so I can do the higher tier. لا بس انت كده لو انت مش عارفه ازاي تحلي الايكويشن بستبس هتنقصي كتير في الامتحان. اي ايكويشن بنحلها حتى لو سهله بيبقى عليها 3 ماركس، ما ينفعش اعملها باي جيسنج لان احنا مش امريكان، احنا في البريتش سيستم بيبقى عندنا في حاجه اسمها وركينج اوت بناخد عليه ماركس يا فرح. فلو انا ما عملتش وركينج اوت حتى لو سؤال تافه وانا عارفه اجيبه منتلي ما اقدرش اخد، مش هاخد الفول مارك. فانا بقول لك لو انت عندك ايكويشن كده 3x انت ما انت كده ومش هتعرفي تمشي معانا بالشكل ده، انت كده متلخبطه عشان انت البيزكس عندك مش متظبطه تمام. فلو انا عندي ايكويشن 3x بلس 1 مثلا ايكوال 10، عايز احل الايكويشن دي، do you know how to do it as working out مش as اجيب الانسر بالسبستيتيوشن يعني تعرفي؟ X و plus يعني divide I think لا لا انت مش لا ما انا في كده فهمت يا فرح انت مشكلتك ايه، انت مشكلتك في بيزكس مش في الدرس ده. لو عندي ايكويشن يا فرح بالشكل ده بودي الوان الاول بالماينس with subtraction I move it to the other side by the inverse sign so 3x equal 10 minus 1 so 10 minus 1 will be 9 okay then what is the relation between 3 and x what is the operation between them 3 times x. so I have to move 3 by the inverse operation what is the inverse of multiply Divide. yes For it's 9 divide divided by 9 3. divided 3 will be 3 So x is equal to 3 okay Okay. بس كده so my x equal 3 تمام. نفس الكلام انا دلوقتي عندي equation كل دول multiply يبقى انا كده كلهم multiply، هو انا لما اعمل 2 half multiply 15 multiply 16 في مشكلة ان انا احطهم على الكالكوليتر واطلع answer half multiply by 15 multiplied by 16 will be what 120 do it on calculator please يبقى 120 multiplied by sine c is equal to 105 okay أودي 120 the other side ازاي what is the relation between 120 and sine x it's multiply
يبقى I move it by divide، مش كده؟ زي ما قلت لك دلوقتي لما بنيجي نحل اي equation. طبعا احنا مش ده حتتنا، احنا بنشرح ازاي نستخدم الساين رول في حاجه اعلى من كده، بس انت بفهمك يعني ازاي تحلي equation. انت مش مشكلتك في الحته دي، انت مشكلتك مش عارفه تحلي equation، فاهماني؟ ده اللي ملخبطك. يبقى ال 120 دي multiply للساين اكس، عشان اعمل لها moving للاذر سايد لازم تروح بالانفرس اوف multiply اللي هي divide. يبقى هتبقى 100 اكتب فوق هنا يا فرح، 105 divided 120 انت بنكتبها over sin x، يعني انا مش لازم اكتبها كده، ممكن اكتب كده 105 over 120 equal sin x. جميل. طيب عشان اجيب x بقى اللي بيشيل الساين، الساين ماينس 1، ايوه هعمل ساين ماينس 1 بوث سايد يا فرح، عشان انا كل مره بقول لك كده ركزي يا حبيبتي. اللي بيشيل ونعمل الساين الساين ماينس 1، يبقى لما اعمل ساين ماينس 1 105 اوفر 120 ابقى طلعت الانسر. انا عملتها لك بتفصيل التفصيل، يبقى انت المفروض المره الجايه تحليها لوحدك، صح؟ ولا ايه المشكله؟ لا ان شاء الله حلها لوحدي. تمام. طيب ممكن تاخدي فوتو عشان تعرفي تطلعي ايه، اعملي هو بقى على الكالكوليتر وطلعوا الانسر. أخذت صورة. تمام حبيبتي، يلا نروح لواحده تانيه. اوكي. سيكستي وان، تمام، سيكستي وان بوينت زيرو، عشان هو عايز وان ديسيمال بليس. يا جماعة تخيلوا كده، هو الانسر طلع معانا سيكستي وان، خليكي بقى معايا في الحتة دي يا فرح، سيكستي وان بوينت زيرو فور، وهو عايزها وان ديسيمال بليس. هل احط الزيرو ولا لا؟ طالما قال لي وان ديسيمال بليس يبقى الزيرو اي هاف تو ليف ات. ليه؟ ما هو زيرو، الفور مش هتديله حاجة، يبقى هيفضل زيرو، يبقى لازم اكتبه، لازم اكتب 61.0 طالما قال لي 1 decimal place. لكن لو ما قالش لو 1 قال decimal round place، the nearest 10 أعمل like if it's more than six, if it's more than 5 I round to the number above it. يعني I don't know how to explain it. اه يعني يس، لو كان النمبر بدل 4 5 كانت هتبقى 61.1، صح؟ لو كان بدل 4 5، لكن هي طالما هي less than 5 so I will not, it will not add 1 to 0. right، برافو يا فرح. yes thank you excellent. اوكي يا حبيبتي، يلا نعمل النكست كويستشن. يلا كويستشن 8، كويستشن 8. اوكي ثانك يو انس، تمام. اوكي يا لامور، ثانك يو جنة، اوكي ثانك يو حمد، اوكي ثانك يو. اني ون ايلس، حد تاني حلها؟ يلا يا فرح، يلا يا نور، يلا يا تسنيم. اي ويت فور يور انسر. احمد بليز، هو عايز الانسر 3 significant figure، خد بالك يا حمد. ها اوكي احمد، ثانك يو، تمام. anyone else؟ يلا يا نور، did you finish it ولا حلها؟ لو حد مش عارف أنا هحلها. بعملها دلوقتي. اوكي حبيبتي.
بعدها لحضرتك. تمام. فرح يلا بعتيلي عملت ايه يا حبيبتي. Yes, I will correct. Thank you. في حد واقف يا فرح، انت واقفة فيها ولا عم بتحلي؟ ابعتها دلوقتي. ماشي حبيبتي. طيب في حد مش عارف يحل؟ ملك انت بعتيها لي. أبلة بيطلع لي ايرور. طب ممكن تبعتي لي تصوري اللي بالشاشة؟ لا بصي، انت كده عملتي حاجه غلط يا فرح. انت المفروض تعملي ساين ماينس 1 شيفت ساين 15. انا هبعتها لك اهي اوفر 18. بصي هتطلع غير كده خالص. انت كتبتي ايه على الكالكوليتر عشان تطلع كده؟ بس انا كتبت على الكالكوليتر. انت اللي كاتباه في الورقه. انا هبعت لك المفروض تكتبي ازاي. ما انا مش عارفه انت كتبتي ايه بصراحه. انت يا ملك، انت بعتي لي ان هو مكتوب ماث ايرور. انا عايزاكي تبعتي لي الحاجه اللي طلعت لك الماث ايرور، يعني اكتبيها لي تاني بس ما تدوسيش فانا اشوفها فاقول لك الغلطه فين. بعتي لي الماث ايرور. ما انا عارفه اللي عارفه بتهزري. مثلا ما جاليش ماث ايرور. مش انت، انا بقول ملك. هبعتلك يا فرح كده المونيتور، بصي عليها. وهبعتها لك برضه يا تسنيم، بصي عليها هتفهمي انت الغلطه عندك فين. بصي كده يا فرح، المفروض ان انت لما تحطيها على الكالكليتر هيطلع لك كده لما تكتبي ساين ماينس 115 اوفر زي ما انت كده قلتي 15 اوفر 18. هتطلع كده زي ما انا بعتها لك. ماشي هبص عليها. حاضر. يا ايه ده ايه ده ايه ده، انت جبتي منين؟ انت في كالكوليشن عندك غلط يا ملك. بصي يا حبيبتي، احنا المفروض هنعمل 15 equal half times 4 times 9 sin x. اوكي 2 half times 4 times 18 دي على الكالكوليتر هتطلع دي على الكالكوليتر هتطلع 18. يبقى 18 sin x equal 15. هنودي ال 18 بالديفايد يا تسنيم، هتبقى 15 over 18 equal sin x. هنعمل sin minus 1 هنا، يبقى x هتبقى equal sin minus 1 15 over 18 هتطلع 56.4. انت الكالكوليشن عاملاها غلط عشان كده طلعت math error. بس هي مش انت هتحطي على الكالكوليتر 15، هي الاريا ب 15 مش ب 25، يعني تعملي 15 over 18.
ماشي اوكي تسليم يا فرح، شفتي اللي انا بعتهولك يا فرح؟ عملتي بس ايه؟ انا جالي، انا جالي اللي انت بعتيه عندي ان عملت equal. لا عملت ايوه ال answer ده ان sign ان equals again so I got 0.833. ماشي انت ليه عملتي كده؟ ما انا مش فاهمه انت ليه عملتي كده. انت هتعملي ساين ماينس 1 ال 15 اوفر 18، بس ال 18 دي جايه من ملتبلاي الحاجات جنب بعض، وال 15 دي الاريا. انت ليه عامله تاني ساين؟ انت بعد ما جبتي الانسر رحتي عامله لها ساين، يعني بعد ما جبتي الانجل انها طلعت 54.5 رحتي عامله ساين تاني. طب ليه يعني؟ هو عايز هو عايز الانجل مش عايز الساين بتاعها. اوكي يعني اكيد مش فاهم. طيب here is a question I want you to try this. هو مديني ال area ب 15 root 3 وطالب مني اجيب ال x. نعمل equation، نجرب نعملها كده. فاهمة ازاي اعمل السؤال ده؟ Okay, send me your steps, please. لسه بعتهم على الواتس ولا بعت الإجابة؟ عشان أنا بعت لا الإجابة. على الواتساب. لا انا في steps. ماشي حاضر.
Anyone get the answer? I sent it on WhatsApp. Okay. بس أنا وقفت عند ستيب ومش عارفة أعمل إيه بعدها. أبعت لحضرتك اللي عملته وحضرتك تشوفي. ماشي، لو خلاص مش عارفة قولي ابعتي. يا ماشي. Smith is x 21.9. Twenty one point nine. لا لا، هي اكس مس هتطلع 6، اكس كام؟ هتطلع ب 6. ازاي؟ هو انا طلع لي 5. طلعت لك 5. ماشي يا نور، الانسر بتاعك لسه بيعمل لودنج. طيب استاذ انا 5 اهو، بس 4 اكس. لا لا، ثانية واحدة، لا لا، عملت حاجة ولا ثانية واحدة. اوكي يفهم، مش فاهم ازاي عمل السين. أستاذة ايوه، أيوة، مش فاهمة عن السؤال، مش فاهمه ايه. مش فاهمة ازاي عن السؤال. ايوه، انا هشرحها حالا. انا سايباكم تفكروا فيها وببص على الاجابات اللي بتتبعت لي عشان اشرحها. طب كنت مديك وقت لان هو سؤال مش سهل. انا اي اكسبلين ات. حاضر، اشرحه بالتفصيل دلوقتي. طيب، هو احنا الرول بتاعتنا بتقول ان الاريا ايكوال ايه؟ هاف اي ساين سي، صح؟ الاريا ايكوال هاف اي بي ساين سي. اللي موجود عندي احط قايل ان الاريا ب 15 روت 3، اكتب 15 روت 3. الهاف ده رقم هكتبه زي ما هو يا لمور. الاي باكس بلس 4، one of the side is ده و one of the sides is ده، يبقى 4 بلس اكس بلس 4، والسايد التاني اسمه اكس. ساين سي يعني ساين 60. طيب ساين 60 دي اعرف اجيبها على الكالكوليتر. يبقى انا هعمل على الكالكوليتر ساين 60 واقفل البراكت، طلع روت 3 اوفر 2. ساين 60 على الكالكوليتر يا جماعه، نجرب نطلعها كده. اكتبي ساين 60 هيطلع روت 3 اوفر 2 رقم. ماشي، يبقى احنا الايكوجن بتاعتنا ايه؟ هاف مالتبلاي، عندي هنا اكس واكس بلس 4. ينفع اعمل اكسباند براكت يا انس؟ x multiply x بx squared squared و x multiply 4 بـ 4x، 4x plus وعندي بره عندي على half و sin 60 طلعت بـ root 3 over 2.
لحد دلوقتي يا لامار اوكي. يبقى انا ايه اللي عملته؟ شلت الاريا وحطيت الرقم اللي هو قايل لي عليه، وكتبت الرول اللي انا حافظاه. الهاف ده رقم يميس فكتبته زي ما هو. الاي اللي هو اكس بلس 4، البي اللي هو اكس، ساين سي يعني ساين 60 بس. هشتغل بعد كده اعمل سيمبليفاي، يبقى 15 روت 3 ايكوال اكس سكوير. هدخل بقى الارقام دي عليها، عندي هاف وعندي روت 3 اوفر 2. تمام، عندي اوبشن من اتنين، انا ممكن التو نمبرز دول اعملهم ملتبلاي. انا عندي الهاف والاكس سكوير بلس 4 اكس والروت 3 اوفر 2 ملتبلاي بعض. يعني انا ممكن اجيبها كده، ممكن اكتب كده هاف ملتبلاي روت 3 اوفر 2 ملتبلاي البراكت اللي فيه اكس سكوير بلس 4 اكس. صح، مش كلهم ملتبلاي بعض، جبت الارقام جنب بعض ماشي. طب هاف ملتبلاي روت 3 اوفر 2 هيبقى روت 3 اوفر 4، يبقى روت 3 اوفر 4 ملتبلاي اكس سكوير ملتبلاي ايه 4x. جميل، انا القلم متخين ليه كده، انا اسف انا رفعه شويه. يبقى انا عندي 15 روت 3 هودي لها النمبر اللي جنب البراكت ده، انا عايزه البراكت يبقى لوحده مش عايزه النمبرز دي، فهعمل ديفايد على الكالكوليتر اعمل ديفايدد روت 3 اوفر 4. يلا على الكالكوليتر كده نعمل 15، اكتبوا الكالكوليشن دي على الكالكوليتر ايكوال اكس سكوير بلس 4x على الكالكوليتر. 15 root 3 divided divided علامة الفراكشن root 3 over ايه over 4 equal. دي كده لما حطيتها على الكالكوليتر طلعت لي 60، طلعت لي ايه 60. تمام ماشي، نعملها على الكالكوليتر 15 root 3 divided root 3 over 4 هتطلع 60، ارقام عادية ما بطلبش منكم ان انتوا تعملوها منتلي ولا اي حاجه. تمام، تعالوا نكمل بقى الكالكوليشنز بتاعتنا، هكتبها فوق هنا يلا مور. يبقى 60 ايكوال اكس سكوير بلس 4 اكس. انا عايز احل الايكويشن دي، عشان احل كوادراتيك ايكويشن هودي 60 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى اكس سكوير بلس 4 اكس ماينس 60 ايكوال 0. اهي هنا ب0. الايكويشن دي بنحلها على الكالكوليتر يا جماعه، عارفين ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها مود، مود 5 3 وادخل الكوفيشنت واحلها. يلا يا جماعه لو احنا معانا كالكوليتر 991 دي اللي بتستخدمها السنه دي، نعمل كده مود 5 3 وطلعوا لي الاكس بكام. يبقى هعمل كده مود 5 3 هيطلع الانسر بتاعي بس احنا نجيب مود من فين؟ مود فوق جنب اون، عارفه اون واوف؟ انت ما بتستعملوهاش دي في المدرسه؟ اون واوف اللي فوق خالص على اليمين اون، جنبيها في مود، فهماني؟ شفتيها ولا ايه؟ ولا صورها لك؟ أنا عندي منيو سيت اب، ما عنديش. طب انت الكالكوليتر بتاعتك 991 او ولا نوعها ايه؟ كالسيوم. 191 طب ممكن تصوريها وتبعتها لي وانا هشاور لك من عندك. هو عشان تحطيها اوف المفروض تدوس على شيفت بعديها اي سي وان في زر فوق يمين. الانسر هيطلع 6 يا جنة. اه يا جنة your answer correct thank you. هنا يا جماعة دي هنعملها، دي بنعملها على الكالكوليتر وبعتها لي لما ماشي. لو حد مش عارف يجيبها من على الكالكوليتر يقول لي وانا بنعمل اكتب لك الخطوات، هي بتحمل معايا مش عارفه لسه الصوره اللي انت بعتها لي ما فيهاش. بنختار مود، وبعد مود بختار بيطلع لي ايه لما بعمل مود، حاجات كتير قوي منها جنب نمبر 5 ايكويشن، بلاقي ايكويشن جنب نمبر 5 فبدوس على 5، وبعد كده لما بدوس على 5 بيظهر لي انواع من الايكويشن بختار منها 3.
بعد ما بختار 3 LMR بيبقى عندي حاجة اسمها ABC. ال ABC دول الكوفيشنت بتوعنا. احنا عندنا الايكويشن بتاعتنا x سكوير بلس 4x بلس 60 ايكوال 0، يبقى ال A النمبر اللي جنب x سكوير اللي هو 1، وال B النمبر اللي جنب ال x اللي هو 4، وال C ال 60. يبقى هكتب A و equal و B و 4 و equal و 60 و equal، هتطلع لي ال x1 وال x2. اوكي هي هتطلع سوري minus 60 مش positive 60، احنا عدناها ناحية تانية. يبقى احط 1 4 minus 60، هلاقي الانسر طلعت لي ان x1 ب 6 و x2 بنيجاتيف 10. نجرب نعملها كده كلنا يا جماعة، انا عايز ندخل الكوفيشن بس. ماشي، بس انا مش عارفه اصلا منهم. ايه ده منيو سيت اب؟ اه ايه ده الكالكيتر بتاعتك مختلفة فعلا. طب انتي منيو دي لو دوستي عليها ما تطلعلكيش كلمة ايكويشن، دوسي على منيو كده وريني بيظهر ايه لما دوسي على منيو. دوسي على منيو وقولي لي بيظهر ايه. مش عارفة مش ده الفيرجن اللي احنا بندخل بيه الامتحان. مش عارف ممكن تبقى منيو على فكرة. ها لما دوستي على منيو ظهر لك كلمة equation. equation بتبقى مختصرة E Q N تقريبا، مش بتبقى مكتوبة كاملة. ما اوكي تقولش ها قولي لي ظهرت ولا لا. طب بس احنا محتاجين الاوبشن ده. ما عندكيش طيب في الديت كالكوليتر تانية كاسيو 991؟ انا هبعت لك الفيرجن اللي احنا بنستعمله، بس هي ممكن تلاقيها جوه يعني. انا مش عارف الكالكوليتر دي هتدخل بيها الامتحان ولا لا. هي دي بترسم الفانكشن، ترسم الجرافز او حاجة؟ لا ما ينفعش تدخلي بيها الامتحان. اللي بترسم الجراف ما ينفعش تدخلي، ممكن تحضري بيها في المدرسة بس ما ينفعش تدخلي بيها الفاينل. لازم اللي بترسم الجراف حتى لحد يير 12 مش مسموح ندخل بيها الامتحان. احنا بندخل بكاسيو 991 دي بنستعملوها في كلية هندسة. تمام. احنا بقى الكالكوليتر بتاعتنا لما بندخل عليها الكوفيشنت اي بي سي، ابقي شوفيها كده يمكن تكون عندك في البيت بس مش بتاعتك مثلا، او اشتري بقى واحدة هبعت لك صورتها نجيبها اوريكي ازاي بنستخدمها عشان نحل الايكويشن. يبقى احنا هنعمل مود زي ما كتبت لكم فوق، وبعد مود هدوس على نمبر 5 وبعدين نمبر 3 وادخل الكوفيشنت اي بي سي، هيطلع الانسر بتاعي يا بوزيتيف 6 يا نيجاتيف 10. طبعا مش هينفع اللينس يبقى بالنيجاتيف، يبقى هقول على دي ريجكتد. اوكي تمام. ابعت لكم الانسر على الجروب دلوقتي لو حد مش فاهم يعني. اه لا دي الكالكوليتر بتاعتك دي لا يمكن ندخل بيها الامتحان، دي حاجه هاير ليفل قوي على ان احنا ندخل بيها امتحان يير 10. البريتش كونسل مش بيسمح بيها ترسم الفانكشن. يبقى انت الاوبشن اكيد عندك على فكره في الكالكوليتر دي بس تحت اسم حاجة تانية، لأن في حد برضو كان عنده شفتها يعني one student بس you are not allowed to use it in the exam. فالأفضل من دلوقتي تجيبي واحدة تانية، بس أنت هتلاقي فيها الأوبشن اللي بقولك عليه يعني مؤقتا هي موجود فيها الأوبشن ده. لو دعبستي كده شوية فيها هتلاقي الأوبشن بتاع solving مش equation. مس هي مش اسمها كازيو اف اكس 991 اي اكس. هي دي اللي عندي. هي ممكن انت برضه ممكن تجيب الاكس والواي فاليوز ما عليها صح؟ محتاجينها عشان اللي حضرتك بتقولي عليه اللي هو مود 53 ده هيجيب على الفيكتور عندنا. ايوه يا حبيبي، الكالكليتر دي مش بينفع ندخل بيها امتحان اخر السنه، اللي هي بترسم الفانكشن من نوت الاود من بريتش كونسل. في اللي هي كرايتيريا معايا ليها اللي هي المفروض اللي بترسم الفانكشن دي مش ما ينفعش ندخل بيها الامتحان بتاع يير 10 لانها ماشي. بروجرامنج. ما ينفعش ندخل بيها امتحان يير 10 ولا 11 ولا 12 هو يعني. اه في امتحان المدرسه يسمحوا لكم بيها، لكن امتحان الفاينل البريتش كونسل بيبقى ليه سلطه في الحاجات دي، فعشان هي بتخزن المعلومات واحنا علينا اساسا الجراف بتاع الفانكشن، فهي ممكن حد يعني حاجه بتمتحنها هيديك فيها الاجابات بتاعتها، فمش مسموح ان احنا نستعملها مش عشان وانا حاجه. مدرسة عندي طالبة بالضبط الكالكوليتر دي للامتحانات. دي للامتحانات هو دي ده انا عايز المدرسة طالبة
معايا ستودنت في يير 12 اساسا مش مسموح لهم يستعملوه في عندنا في البريتش كونسل اللي هم مراقبين بيجوا من بره، مش مسموح لهم ان هم يستعملوا الكالكوليتر دي غير ان هو يلغي لها برنامج معين، ومش مش لا مش مسموح. اتاكد ماشي. عشان نبدا نتعود عليها من دلوقتي، مش هو هيبقى لا فعلا حوار. برضو كالكوليتر دي تقدري تعملي عليها سيف حاجات مثلا، ما هي انا متاكده فحاجة من حوار غريبة. الحوار. انا عايز اقول لك هي مفيده جدا لليير 12، ومع ذلك مش مسموح لهم بيها عشان بيبقى فيها drawing function، وهم عندهم ال functions كلها، ال curves كلها يعني. اوكي طيب another question هنا، المفروض ان السؤال اللي فات ده حد محتاج فيه حاجة اقوله تاني؟ ال question ده ما فيهوش حاجة صعبة غير حتة ال quadratic equation، المفروض ان احنا بنعملها على الكالكوليتر. طيب بالنسبة للامار مش معاه الكالكوليتر، وبالنسبة لحد تاني قال لي انه مش معاه الكالكوليتر، الباقيين عرفنا ازاي عملنا factorizing على الكالكوليتر؟ محدش اتكلم، ما حدش يعني مثلا نور مثلا ما قلتليش، ولا ملك ما قلتليش. You know how we use the calculator to factorize كانت ال equation x square، ما حدش علق يعني، هي قالت لي الكالكوليتر بتاعتي ما فيهاش انا وبس. بعتها لحضرتك، انا بعت الاجابه لحضرتك، مش هي طلعت ب6؟ اه ظبطت معاكي؟ ايوه. اوكي طيب تمام. طب what about the others؟ كلنا طلعت معانا 6 ولا حد في عنده مشكلة في ال 6 دي؟ حد ما عرفش يعمل factorizing على الكالكوليتر؟ عرفت يا فرح تعملي factorizing على الكالكوليتر؟ صراحة I'm asking you, thank you for no answer. مش موجودة ولا ايه؟ طبعا مش طيب مستعد اشوف تاني السؤال. انا بقول لك عرفتي ازاي عملنا factorizing على الكالكوليتر وجبنا 6؟ Did you try it with us ولا ما جربتيش؟ I was listening. طب ما سمعتي ايه ولا ما سمعتيش ايه؟ مش فاهمة. لا سمعت هاتس دون. طب فهمتي؟ طيب فهمتي اللي عملنا ايه؟ Yeah. طيب اوكي thank you. The ratio of the length BC to the length of AC, BC to AC, what is the ratio? BC is twice AC. تمام، وبيقول لي الاريا 50، الاريا هنا 50. السؤال ده اسهل شوية من اللي فات، انتوا اللي هتحلوه. هو بيقول لي ratio 2 to 1، احلها ازاي؟ هقول هفترض ان السايد ده 2x والسايد ده 1x. ها بالطريقه اللي فاتت ممكن تجيبوا لي بقى الاكس بكام؟ هو عايز يعرف الاكس بكام. This is 2x و this is 1x و this is 30 والاريا 50. هنعمل ايكويشن ونجيب ايه الاكس بكام. يلا يا شباب اتفضلوا، يلا يا فرح دي اسهل من اللي فاتت، وريني بقى نحلها ازاي.
حد خلص؟ Did you get the answer؟ ولا اشرحها؟ في حد حلها؟ بس أنا عندي نفس المشكلة تاني. أنا يعني عرفت أحلها ل certain point وبعدين بعد كده مش عارفة أعملها. يعني مثلا أنا وصلت ل 50 over 0.5 times sine 30 equals 2x squared، مش عارفة أعمل إيه بعد كده. هتعملي بعد كده هتخليها كلها في وان سايد وبعد كده تعملي فاكتورايزنج. ابعتها لي. طيب بصي ابص عليها. تمام، يعني هعمل 200 equals 2x squared عشان 50 over 0.5 times sine 30 equals 200، فهتكون 200 equals 2x squared، بعدين هحولها ل equation فهتكون 2x squared minus 200 equals 0، صح؟ لا لا تصدقي ابسط من كده، هي دي بسيطة قوي الايكويشن دي، اسهل كمان من اللي فات. انت وصلتي ان half x square equal 50؟ أنا وصلتي لدي؟ وصلت إن 50 over half sine 30 equals 200. هبعتها لحضرتك ماشي. هي عشان يعني صعب إن أنا أقولها. اكس أوكي، 10. اكس 10. مين حضرتك؟ أنس. برافو يا أنس، حد طلعها 10. Thank you أنس. لسه بعطيك الأنسة. أوكي. تمام يا جنة، جنة and أنس، thank you. نور انتي الانسر بتاعك شلتي صح؟ طيب what about the others؟ I can solve it. والله يا جماعة مفيش مشكلة عندي، بس هي مش صعبة، احنا هنحلها بسهولة أنا كنت جدا. فهمت حاجة غلط بعطيها لحضرتك دلوقتي. طيب تمام. طب انا مش مع... طب انا ساين 30. بس هو الدرس بيخلص الساعة 8:30. After we finish this exercise we will done. I think we have still two questions. 8:30. طيب انا عندي هنا السايد ده، قلنا ان هو بي سي is 2x، BC is 2x and AC is x، فاحنا هنعمل زي ما انتي قلتي كده يا نور، half times A times C AB sorry times CB يعني اللي هو 2x times CA اللي هو x times sine 30، الكلام ده equal 50. جميل. طيب كل ما هو ليه simplify اعمل له simplify. هي half 2x multiply x ب 2x square multiply half يبقى over 2، مش كده ولا لأ؟ مش مش هنا في 1 وهنا تحت في 2 صح ولا ايه؟ يبقى هعمل 1 multiply 2 ب 2، وهنا ما كانش في حاجة أساسا، أنا عندي هنا 2x أحسن تقولي جت منين. أهي أنا عندي هنا 2x square، لما أعملها multiply half يبقى 1 multiply 2 ب 2 و 2 multiply 1 ب 2.
اوكي اهي، يبقى 2 اكس سكوير اوفر 2 جت منين؟ ما انا الدينوميتور هنا عندي 1 يا جماعه، و2 ملتبلاي 1 و2 ملتبلاي 1 ب2. ساين 30، ساين 30 بكام؟ برضه ساين 30 ده بهاف تقريبا، برضه بهاف ساين 30 على الكالكوليتر بهاف ايكوال 50. تعالوا نعمل سمبليفاي هنا، 2 ملتبلاي 1 ب2، احنا مش خدنا قبل الالجبرا قبل كده ولا اول مره في الالجبرا؟ و2 ملتبلاي 2 ب4، يبقى 2 اوفر 4 ايكوال 50. هودي 4 بالمالتبلاي تبقى 200، يبقى 2 اكس سكوير ايكوال 200. تمام، بعد كده 2 تروح بالديفايد، يبقى اكس سكوير بايه؟ ب200 اوفر 2 يعني ب100. بعد كده الاكس هتبقى بسكوير روت 100 يعني ب10، طبعا بلس 10 او نيجاتيف 10، يبقى النيجاتيف هتبقى ريجكتد لان ما ينفعش السايد يبقى بالنيجاتيف. اوكي تمام، تمام كده فهمتها، شكرا. صعبة لما دخلنا فيها الجبرا يا جماعة، والله الالجبرا دي المفروض مع الوقت كده هنحس انها بقت كل حاجة في حياتنا، بس احنا عشان بقالنا حبة شغالين تريجونومتري نسينا الالجبرا. طيب انا عايزه نعمل سؤال كده على البورد، السؤال اللي جاي ده هو الجبرا وهيبقى تو براكت، خلينا نأجله دلوقتي، احنا هدفنا من الموضوع ايه؟ التريجنومتري اكتر، انا عايزه اثبت معاكم الموضوع ده. لو انا جيت قلت هنا the area of triangle I will write the last question on the board, please focus with me. Where is that? هذا السؤال بتاع الايه؟ اه كده سؤال زي كده مثلا، ده indirect question بس related للتريجونومتري، عشان احنا بيقول لي ده 8 سنتيمتر وده 9 سنتيمتر وده 10 سنتيمتر، وبيقول لي عايز ال area of triangle زي ما كان بيقول من شوية حمد في أول السيشن، هو هنا مش مدي angle أساسا وعايزني أجيب ال area. طبعا اجي اكتب كده يا فرح لجنب على جنب ان الاريا هي عباره عن هاف اي بي ساين سي. طب انا اتصرف ازاي؟ ده هو مدي 3 سايد، احنا خدنا الحصه اللي فاتت، معلش اللي ما حضرش الحصه اللي فاتت هيبقى مش فاكر او مش عارف الكلام ده، ان احنا لو عندنا 3 سايد اي كان جيت اني انجل ان تراينجل. تمام فاكرين؟ يعني مثلا لو انا عايز اجيب الانجل دي هعمل ايه؟ حد يفكرني، انا عايز اجيب انجل ايه بسميها ايه؟ وبسمي السايد اللي قصادها ايه؟ سمول، وسمي السايد اللي جنبها بي، والسايد التاني سي. يبقى انا لو عايز اجيب اي انجل ومديني سي سايد ايزلي اي كان جيت ات. يبقى انا هقول هنا ان ساين، ان سوري ان كوزاين، يبقى انا هنا مضطريه اجيب انجل يعني مش عارف استخدم الرول من غير انجل. كوزاين اي عباره عن ال 8 سكوير بلس ال 10 سكوير ماينس ال 9 سكوير اوفر 2 ملتبلاي 8 ملتبلاي 10. وطبعا عشان انا يا فرح عايز اجيب الانجل مش عايز اجيب الكوزاين، بعد ما هعمل الكالكوليشن دي هتعب نفسي واعمل كوزاين ماينس 1 انسر. اتفضلوا اعملوها لي كده على الكالكوليتر، اعملوا لي الكالكوليشن دي كده وبعدين اعملوا كوزاين شيفت كوزاين انسر واقفلوا البراكت يلا، وبعتولي المونيتور بتاعت الكالكوليتر بليز. يلا كلنا all of you all of you، او ممكن على فكرة نكتبها من الاول كده كوزاين ماينس 1 ونكتب الكالكوليشن دي جواه، لكن ما حدش يكتب لي كوزاين ماينس 1 وجنبها كوزاين. كوزاين ماينس 1 8 سكوير بلس 10 سكوير ماينس 9 سكوير اوفر 2
2 multiply 8 multiply 10. اوكي شفت كوساين 8 power of 2 plus 10 power 8 شفت كوساين 8 power of 2 plus 10 power of 2 minus 9 power of 2 over 2 multiply 8 multiply 10. هتطلع هي طلعت معاكوا ايه؟ في اتنين بيعدوا ال 58.75. يس هتطلع برافو عليك 58.75 طلعت معانا كلنا كده هتطلع 58.75 يبقى انا كده يا فرح جبت الانجل دي 58.75 يبقى عشان اجيب الاريا هعمل ايه؟ الاريا هتبقى هاف تايمز ال A اللي هو ب 8 تايمز ال B اللي هو ب 10 تايمز ساين الانجل بينهم اللي هي طلعت معانا 58.75. فممكن يجيب لي سؤال زي ده هو اندايركت تلاقي عليه 5 ماركس ليه؟ لان احنا الاول جبنا الانجل وبعد كده جبنا الاريا فسؤال زي ده مش هيبقى عليه قليل يبقى هاف تايمز ال 8 تايمز ال 10 تايمز ساين ال 58.75. What is your answer؟ طلعت معاكوا ايه؟ هتطلع الاريا يا شباب 34.2 سنتيمتر سكوير. حد طلع الاريا غير كده؟ يلا confirm with me لو حد معرفش يطلعها يعرفني. هنعمل ازاي الاريا يا جماعة؟ هنعمل half times 8 times 10 times sine 58.75 يا فرح. هتطلع معانا 34.2. طلعت معاكي كده ولا في مشكلة؟ فرح انتي رحتي في مكان ولا سامعاني؟ طلعت معاكي كام يا فرح؟ حد طلع عنصر مختلف؟ Miss, I told you 58.75. لا انت ما قلتليش حاجة يا فرح. Miss, والله انا مش قلت 58.75 قلت لي برافو. انا على فكره عماله اقول طلعت معاكي 38 34 بوينت كلمتك بعدها كتير ما ردتش عليا انا عماله اقول لك هي الانسر طلعت 34.2 معاكي ولا لا اوكي ولا لا ما فيش ما ردتش خالص Sorry والله أنا الاريا اوف طلعت معايا كده عشان اوكي I got 58.75 صح. اوكي تمام طيب في حد عنده مشكله في كويستشن زي ده سؤال بالنسبه لي صعب كتريجنومتري نسيبنا من الألجبرا دلوقتي لما نبقى نشتغل عليه هنا أنا عايزة بس تريحوني إن احنا نحل سؤال لوحدينا في indirect ممكن سؤال واحد يبقى هو مديني الأريا ونجيب الإيه ونجيب الأنجل وخلاص آخر واحد مثلا خلاص عندي درس دلوقتي عندي درس تاني أوكي طيب I will put the question on the group and I wait for your answers. تمام؟ question اوكي طب بس ممكن اعمل ليه بس عشان ادخل درس اتفضل شكرا يا مصر اوكي okay. Here is the question on the board انا هبعته عشان بس كان في حد عنده session وانا برضه محتاج امشي يا مصر واحنا نحل question ده ايه هنحل آخر question حضراتكم هتحلوه في دقيقتين يعني ماشي مش هياخد منكم حاجة ماشي أنا مش هحله انتوا هتحلوه خلاص A B C I'm sorry he asked here to get the angle A if the area is 25
find angle A. بس انا بعتهولك صح؟ لا ابعته، ما فيش حاجة وصلت. انا بعته على زوم، ابعته على ال بعت الوركينج اوت، بس الصورة بتاعت الوركينج اوت اند ذات. ثانية واحدة. اوكي كذا بتقول انا عايزه ابقى. ايوه شكرا يا لمور، نصور بس اللي جمع الورقه ونبعتها على الواتساب او باتريك عشان كمان. لا مش انت يا لمور، في ناس بعتها في الواتساب، قصدي على الزوم. فانا الكويستشن ده بقول بس ايه، عشان في حد وقع لي بس الحصه انه بيسال كتير، فحاسه في ناس مش فاهمه وما بتسالش، فعايزه بس اتاكد ان احنا كلنا تمام. انا اوكي بعتها لك بس اخر. اوكي اتفضل. عايزه نعم. الوركينج اوت يا حمد، عشان هي الانسر بتاعتك غير الانسر بتاعتي، فانا عايز اتاكد بس فين الغلطه. بس ممكن اكتب الوركينج اوت تايبنج. ماشي تمام يا انس. اوكي انس، you may leave your answer correct also. جنى، your answer correct اتفضلي. نور، your answer correct اتفضلي. Thank you. Thank you, Miss Mark. And مع السلامة. يا فرح، الناس كلها موجودة، محدش خرج غير لما حل السؤال وبعتهولي، ما عدا اللي عنده درس فيزيكس. ثانك يو. هو أنا أصلا عمالة بعيد عشان خاطرك، وفي الآخر بزود سؤال عشان خاطرك وأنت مش عايزة تحليه؟ براحتك، it's up to you. It's up to you، براحتك. مس I can't the typing didn't work out. Can I say the working out؟ اوكي، ذا وركينج اوت. فرح حليها على البورد يا حبيبتي، مش انتي فاهمه كويس، حليها على البورد اتفضلي. اوكي بتكتبي نقط. اوكي I solve it. Thank you. بس خليها. I'm trying to control it. Wait. لا خلاص حبيبتي، I will solve it on the board. ابعت اكتبيها في ورقة
وش بعتها لي، مفيش مشكلة، اكتبها لي انت دلوقتي. هاف. Miss, can I do it on the board? اوكي اتفضل يا حمد، لو البورد شغالة معاك، مش عارفة هي علقت معاها، اتفضل لو اشتغلت معاك هلا على البورد. لا دي ما فيهاش مشكله، دي ما فيهاش ميسنج سايد، يا دي ما فيهاش ميسنج سايد. هنا مديني الاريا، هقول الاريا دي مدينا الاريا، ومدي تو سايد، هقول الاريا ايكوال هاف تايمز اي بي ساين سي. ها الاريا هي ايكوال 25، هاف از اي نمبر، اي بي يبقى 8 تايمز بي اللي هي 10 تايمز ساين سي، هنلاقي ايكويشن عشان اجيب ساين سي. لكن هو مدي هنا تو سايد عادي، ومدي الال، فاهمني؟ اعملوا بقى الكالكوليشن وطلعوا لي ساين سي، هودي الكلام ده كله اوكي الاذر سايد بالديفايد، واعمل شيفت ساين بس، هودي الكلام ده بالديفايد الاذر سايد زي ما هو كده. انا ممكن اكتبها كده على الكالكوليتر 25 اوفر 4 هاف تايمز 8 تايمز 10 هتبقى 40 ايكوال ساين سي. اوكي يبقى سي ايكوال ساين ماينس 1 25 over 40. miss, we take it to the opposite side. اه لا انا عملت ساين ماينس 1 هنا وساين ماينس 1 هنا. اوكي اوكي ماشي، فبقت سي لوحدها، فمش مشكلة اكتب مين مع مين. يبقى اعمل شيفت ساين 25، اعمل علامة الفراكشن 25 over 40 واقفل براكت وايكوال، هتبقى ايكوال 38.6، 38.6 او 0.7، 38.7 عشان عملت راوند. اوكي اتاكد كده على الكالكوليتر ان طلعت كده معاك يا حمد، تمام check that your اوكي answer correct. تمام طلعت معاكي كده يا فرح، مالك طلعت معاكي كده؟ ايوه مس طيب اوكي thank you، مالك it's okay ولا في مشكلة؟ انا رسلت الانسر. you sent the answer. اوكي طب هو انا ما شفتش ليه ساين، سوري يعني كنت مطلعها كده بس انا معلش انا ما خدتش بالي انك بعتيها. اه بعتيها على الواتساب يعني، قصدي على الزوم. لعب اوكي تمام ثانك يو. طيب The السلام answer is عليكم. correct, miss. اوكي تمام ثانك يو، I'll send you the homework on the group. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.